طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. باش تعرفوا اخوتي راه السوق ميت مره، الحاله ضعيفه مره، ولا احسن لعا ولي كاري واللي مريض واللي اللي في المستشفى واللي والله الله احسن لعاونا اخي كنطلبوا الله. ابيض تبن كاتينا كتشوف كيقولوا 55 60 70 درهم باش هاد الحاولي هذا شنو ياكل ياكل زعما كركع ياكل يفاصا بوبراني خصو ب 30 درهم الدرويش دي فاصا يفرح مع وليداتو ب 30 درهم 40 درهم، ولكن ماشي الديفود ماشي الديفود هادو ماشي الديفود هاد مول الكاميونات هاد مول فهمتي مع عندهم هما فهمتي، ولكن الدعوه من الله وربي ولا يخلص. جينا ناكلوا طريف ديال الخبز هنايا، جبنا فاصا هي فينيه مع مولين فاصا، راه حنا ما متفاهمينش هنايا في السوق إما موليفا يا خور كيبيع 52 يا خور 53 يا خور 51 وحنا جايبينها ب 55. هيدا عندي طريف ديال الخبز هنايا، هذا كيعطف هذا في ناسك عاد كملوا علينا هبطونا من تحت هبطونا لهنايا، ولا كنت تشوف اخوتي الثمن اللي كنضربوا لهنايا في هذا السوق والله ديك الدرهم اللي كنديوها من هنايا والله الا كنديوها حتى كتخرج منا حتى كتخرج منا حتى كطالع الطم كيلصق مع الجلده ان هنايا، عاد باش نجيو هذيك الحاولي ما في ناس كبدا بهذا العام هذا خصوصا هذا العام هذا الحاولي راه غالي راه الدرويش عيب قابل حاولي هذا العام هذا، هادشي هذا كنطلبوه من موحاس من الدوله ديالنا، يعني راه كي الدرويش عايش هنايا راه ماشي الناس راه هي الناس راه دوزت الثمار هذا كورونا راه كورونا هرسس نص كبير راه فرعات بنادم كورونا راه اللي دات كثر من اللي خلص، وكنطلبوا من الله والدوله ديالنا تعوضنا هادشي هذا وتصلحنا هاد الامور هادي ونبينا عليه السلام. نعم